أحسن الله إليكم. الأخت نون حاء من قصور المزبل بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: إنني فتاة أريد صيام شهر رمضان، لكن الدورة معي تبقى 11 يوما أو 12 يوما، وأريد أن أستعمل حبوب منع الدورة الشهرية، فما رأي الشرع في ذلك؟ الأحسن عدم استعمالها، وإذا جاء الحيض تفطرين ثم تقضين هذه الأيام من أيام أخر بعد رمضان، هذا هو الأفضل، وهذا الذي كان عليه نساء المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما استعمال الحبوب لأجل منع دم الحيض في رمضان، فهذا إن كان يضر بالصحة ويؤثر سلبيات على المرأة فإنه لا يجوز، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولما فيه من التكلف الذي ما أمر الله جل وعلا به. أما إذا كان لا يضر بالصحة وليس له آثار سلبية فإنه يباح تناوله، ولكن تركه أفضل. نعم.